حديكم معايا العجلة بتاعتي. يلا يلا خش بقى، يلا بس يا انا جماعة اروح على البيت عندي، عايز انا في احضر، البيت، عايز احضر اي فاينال فلوس. انا في البيت هخش على المهمة. هنجيب بقى الباص. يا ترى انت فادي، انت اللي تختار لي اقعد في الاين بمايكل ولا فرانكلين ولا تريفر؟ تقعد فين؟ اقعد في الاوفلاين بمايكل ولا فرانكلين ولا تريفر؟ يا لهوي يا لهوي، بفرانكلين. لا بتريفر حبيبك. ما بحبوش تريفل ده، رخم. يعني عمرك هناخد الاتنين بس اللي هيركبوا احنا الاتنين. كلنا جايند خلاص. لا لا بس طب ما واحد يا تبتدي. راه، لا ابدا لا يا كله ابويا، عندي اجا، كله اجا. ابدا ابدا اعمل بلاي. يعني ماشي. هنسرق يعني في يعني عمار السيت اب الجاي نسرق واحد تاني. لا بس ده الباص، بس انتوا كلكم تيجوا معايا في الكرومة بتاعتي ونروح نقتل الناس وناخد انا الباص. هروح في ماشي عربية باتمان، انا هروح في عربية باتمان. ماشي. امنة يلا ديت انت معاك باتمان، عربية باتمان انا معاك، اللي بيجي قدامك بتشيله بيها. اه صحيح، حلو اما ماشي. ايه انت بس هو انتوا لما انا شفت الفيديو لما انتوا كنتوا في فاينل اكت 3 مع ناس ايه ده بتاعت الغواصة؟ ده الأربع فيديوهات خسرانين فيهم، اللي هي بتاعت أنهي مهمة؟ لا مش بتاعت الغواصة، لما وصلتوا خلاص كنتوا هتخلصوا. عم اه واحد لما اسمه كنت عبد مع عمل محمد ايه اي جي بي. ده؟ انتوا ايوه خلاص، ده ايوه انتوا كنتوا خلصتوا المشا. اه وانا قمت فجرت نفسي. انا قمت فجرت نفسي. خلاص كده اللبس كويس. يلا ثواني ثواني، انا هغير اللبس ده، لبس كويس ده. يلا طب ما تعمل ريدي برضه. كويس انك تعمل ريدي. ماشي. هو احنا يا عمر احنا ايه ده، محتاجين اي عربية يعني، هو احنا انا وانا نزلنا فجأة كده ليه؟ ما انا دوست ريدي. كرامة كرامة، جماعة أنا فين كرومتي الخرايط؟ مش موجودة، فين أركب دي الخرايط؟ وخلاص. مين اللي واقف في ماشي. مكانه ده؟ زنتورو فين فين الخريطة؟ باتمان؟ تعالى إيه تعالى، ده استنى جماعة أنا هطلب العربية بتاعتي. ما ينفعش كده، انا الخريطة ضايعة مش لاقيها. وأنا انا بدوس وأنا اكس برضو أنا إيه ده، في حد عمل ليفت؟ عند مين؟ عمار. أنا؟ عايز تكرو ليفت؟ مين عايز مين اللي تكرو عايز ليفت؟ تكرو ده؟ هي جاتلي فوق صورة عربية باتمان البرتقاني دي بتاعت عمار. انت عمار؟ اه انت انا فعلا، انت فعلا. تخلصت يبقى بريزون بريك. لا مش خلصتها كلها، عملت ستوبين او ستة، طب فاضل لي ساتر ثلاثة. ايوه. اه يعني انت برضو يعني انت في بريزون بريك ولا ايه؟ مش فاهم. لا باسيفيك. طب انت خلصت يعني بريزون بريك اه وكده؟ الباسيفيك دي كان نفسي اخلصها لغاية دلوقتي مخلصتهاش. ايه ده، احنا جالي اوارد 140. هي المكافآت بتيجي اربعات قليلة كده ليه؟ انا جالي تعالى لكم مكافأة معايا، الصبح 350 ألف. تعالى لكم معايا فادي، انا وراكم. توجيتو اه لا توجيتو، استنى اوريك جليتش يا فادي، جليتش بيضحك. بيعمل ايه؟ لا استنى مش هينفع في الحتة دي. لا خلاص مش ايه هينفع. ده، في هدوم جديدة نزلت. يوم 30 هينزل، بيقولك لازم تفتح يوم 30، هيجي ها لك تيشيرت كده نازل جديد مجانا. حلو، انا عايز، انا بحب الحاجات دي قوي، مين المكافآت ده اللي مين ده بالشكل. مين ده؟ بالراحة يا فادي مين بالراحة يا ده؟ حبيبي، يا لهوي بالراحة. سوري. انت قتلتيه ليه؟ ايه ده مين ال، ايه ثواني ده انا بريزون بريك؟ لا ده ليستر. دخلت هقول لكم، ثواني دخلت وهقول لكم، هقول لكم فاضل لي كام شوط ايه ده، بالظبط. مين اللي فجرني ليه كده؟ نايل وحش ليه بعت السناتش؟ يا لهوي مين اللي فجر ده؟ حد تاني فجر. انا ايه ده، عرفت. عشان بيقول لي عشان تحمي عربيتك ترجعها الجراج. طب انا ما بقى خلصت العربية في المهم، ارجعها الجراج ازاي؟ طب لازم انا بص اسوقها ولا ممكن بص، اقول للميكانيكي يوديها الجراج؟ هنعمل يا جماعة البنك ولا طب ال اسمعوني بس، اقدر اقول للميكانيكي يودي العربية الجراج؟
ايوه، بس انت لازم تطلع بره السيشن عشان يوديها لك. اطلع بره السيشن وارجع تلاقي في الجراج. انا هدوس على المهم من التليفون على طول. البريزون بريك دي دوست عليها. اذا انتوا لفت ايه يا لهوي انت وبقى. طب ماشي ماشي، هنجون عليك انت اه في اه السيشن بلو اصلا. عليه جايين بقى. اه طب يا عمار دخلت ولا هنجون لسه؟ عليا، انا على المهم اهو، انا في هنجون عليا يا المهم. عمار عشان السيشن فاضي. سوري ما بتتكتبش كده يا احمد، ده انجليزي جديد. SORRY سوراي كتب لك سواي مش راي كاتب سراي، سوريا ولا مش عارف. سوراي سواي. بكتب SORRY. يلا ابدا يا فادي. الظاهر بيتعلم انجليزي جديد. ملعون ابو متعلم المجاني. اسري اسري شوف كده لا هي دي سراي. اختصارة، SORRY دي اختصارة. ايوه سواي. المهم قالها خلاص. معاك كام فلوس يا احمد يا وليد؟ 11 مليون كده. بس اللي انت ما كم يا عمار؟ انا ها؟ ما مليون و700. 1700. طب تعرفين معايا كم؟ انا معايا ب100 ألف. بس بس انا معايا 1,200,000 بالعافية. استنى يا جماعة اختار لبس حلو. انا طب لما كان التحديث كان معايا 30 مليون. وانا طب والتحديث وداهم فين؟ وانا مليون 15 17 مليون عشان التحديث كلفني. ليه تحديث يعني؟ ايه؟ المنات كلوب. اللي انت ايه ده كلفك 17 مليون ليه يا؟ 8 5 مليون سعر النايت كلوب، الاضافات بتاعته من جوه الابجريد والحاجة تقريبا 3 مليون، بعدين كده تشتري الناس اللي يشتغلوا فيه تقريبا سعرهم مليون، يا سلام. وتعدل في عندك في عربية تجيك هدية من نايت كلاب تعدل عليها كمان بمليون طبعا ونص. انا ما حد اشترى نايت كلاب اه وانا بعدين فلوسي. اشتريت هي عربيات بتيجي فين؟ التحديث. انا اشتريت بس ما جتش، اجيبها منين دي؟ ما اللي هي في الدور. تشتريهاش، هي موجودة في الدور الأول. ايوه هي دي. ده انا قلت ايه العربية المعفنة وسبتها. ما يلا يا فادي يلا ماشي استنى بص الشكل، بس كنت بختار الشكل. وعندك عربيات للتحديث كلها اشتريتها. منا انا مضيع اصلا. خلاص ده الماسكة بس يا جماعة. اه الماسكة خلاص. يلا يا شباب انا جاهز. يلا ما يلا تتك ابدأ. ريدي يا حلو الوزير. ماشي. ايه ده اللي انا اخترته في الاخر ده؟ مش مهم لبسه وخلاص. هروح اعمل مهمة بالفانيلنا. الفانيلا الفانيلنا انا رايح بالشرطة. عادي عادي كأننا رايحين البحر. انا هسوق عربيتك الحمد لله يا يا عمي، ناخد عربيتي. حد شباب جاي انا خدت معايا؟ الزنتورنو بتاع. يلا اركب يلا اركب. انت رايح فين يا فادي؟ الباص الناحية التانية. باص اهو. طيب نروح مع بعض بقى. عندي بوتس بلاوي في حمار يقول لي بس احنا عمال طايرين في السماء. يا لهوي حلوة أوي الزنطرنة دي، سريعة. 750 ألف. بص فادي بركة. بس انت تعبتني مش فاكر كنت كلام يا فادي. طب بعدين انا واخدها اوف. بعيد موت انت يا عم. يا لهوي لبستني. يا لهوي يا لهوي ازيك يا فادي؟ ليه كده؟ والله ما لمستكش. الموت ده ولا ايه؟ بيعملوا فيه لا هو ايه اللي نزلني ده؟ لا هو يا عم يا حبيبي اعمل كتير يعني. ايه انت نزلت ليه؟ تعالى اركب اركب بسرعة. روح يا فادي خد الباص، روح يا فادي خد الباص. لازم اعمل كتير يا ابني، هو في الناس اللي جواها. انا قتلت السواق.
ماشي يلا خد الاتوبيس خد الاتوبيس. شوف البوليس جاي. ايه ده؟ مين شطني؟ مين شطني؟ العربية دي العربية. هو واحد فينا كلم ريختر هنا ولا ايه؟ لا روح ضيع الاتوبيس يا فادي. ايه ضيع البوليس. اه ماشي. الله عربيتي انفجرت. انا هضيع البوليس. اه بيعملوا عمارات شكله عشان يضيع البوليس خالص. انا قرب يروح. اه اف اف عربيه جايه لي من الجنب التاني محوط كده. انا هطلع على الجبل. انا طلعت على الجبل عشان ما يشوفونيش. راح راح عاش فادي بومبا. اروح بقى اوصلها. لا جايب لك وات 14 لغايه ما يروح عننا احنا. ماشي. لا انا جايب لي علامه. اه ويت 14. امال ايه العلامه اللي جايبها لي دي؟ يبقى دي انا اللي كنت حاططها من الاول. اه طب اجي اخدكم معايا في الاتوبيس. خلاص راح هرجع لك النجوم. يبقى راح من عندي انا وعمار. احمد بيروح بيروح. خلاص جالي العلامه. ده مش من هنا يا فادي. ماشي ماشي. بس يا جدعان اللي بيفجر ده احمد ولي. خلاص انت يا عمار عارف الكرومة عدلتش دي؟ هو شخصية فادي شكلها عامل كده ليه؟ انا مش عارف يا شكله غريب. ايه بتقول ايه يا رامز؟ بقولك عارف ايه حركة الكرومة دي؟ ايه ده انا سيلفر بعد كل ده جدعان؟ انت لازم تطلع بريتانيا. مستحيل ما تطلعش.